أيضا المسن يحتاج إلى صلابة نفسية واجتماعية في هذه الاتجاهات الحياتية، ويصعب معها التكيف والتوافق النفسي للمسن مع مستجدات الحياة، يعني وما تتطلب الحياة من أمور وعلاقات وأنماط سلوكية جديدة، أيضا مع يعني عدة أجيال، مما يجعله يعني يعاني من صعوبات التوافق الضروري للحياة الهادئة. أيضا يرى المسن نفسه أما متخوفا من الوصول للشيخوخة أو منكرا لها، ولا يعطي لها بالا في تصرفاته، وكلما تقدم به يعني السن شعر بالعجز أكثر، ويحدث ذلك في المجتمعات الغربية، حيث يرى الإنسان المسن نفسه قد وصل لمرحلة سلبية في حياته، وذلك نتيجة يعني لطبيعة العلاقات الاجتماعية المفككة والروابط العائلية الضعيفة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.